مبادرة شبابية واجدت الترحيب والتأييد من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرمه السيدة الأولى هند ديبي إتنو، وكان لها الصدى الإيجابي في نفوس الغالبية العظمى من الشعب التشادي، حيث شملت هذه الحملة نظافة مدينة نجمينا وتوعية المواطنين لتغيير السلوكيات السلبية الخاطئة، بالإضافة إلى هذه السهرة الغنائية والترفيهية التي توجد بها فعاليات اختتام أسبوع المواطنة. ولأني أحب وطني كثيراً. أتعلمون أن حقيبة مدرسية، دفتراً أو قلماً أو حتى ممحاة يمكن أن تغير مستقبل طفل؟ وبعد ذلك تم عرض مشاريع بعض الفتيات المشاركات في المسابقة الثقافية المتنوعة باللغتين العربية والفرنسية، والتي نالت إعجاب الحضور لما تحويه من مواضيع تلامس قضايا ومشاكل المجتمع. وبعد التحكيم من قبل لجنة التحكيم الخاصة بهذه المسابقة فجاءت النتائج كالتالي: وبهذا فقد أسدل الستار على فعاليات أسبوع المواطنة، فيا ترى هل مفهوم المواطنة من هنا فصاعدا يصبح عادة وممارسة حقيقية تتجسد في كل فرد من أفراد المجتمع، أم مجرد سحابة عابرة ينتظر الجميع حصولها في العام المقبل؟ قام صباح اليوم أعضاء جمعية الشباب الأبرار للجان الشعبية الخاصة بأمن المساجد والخدمات الخيرية بتشاد، في مقدمتهم رئيس الجمعية إبراهيم الجوني، قاموا بغرس مجموعة من الشتلات بمقبرة لاماجي، حيث شارك في هذه العملية. جاءت هذه العملية تزامنا مع أسبوع المواطنة في نسخته الأولى، وعليه فقد أشار رئيس الجمعية إبراهيم الجوني بأن هذه الجمعية الشبابية أسست في 5 مايو 2015، وذلك بهدف حماية جميع المساجد. هذه العملية تدخل ضمن أنشطة الجمعية الخيرية والإنسانية.